لو عاد بيا الزمن مش هكتفي باللي انا عملته. التعديل ده عملناه في الطيارات كلها بحيث الطياره لما تضرب صاروخ ما تتهزش. جولدا مائير طلعت تصريح قالت انقذوا اسرائيل لان ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. الجندي الاسرائيلي من اجمل ما يمكن. مشاركتي في الحرب اعظم حاجه في حياتي. عايزين نسترد الكرامه، عايزين نسترد ارضنا. اول ما عدينا بصنا تراب الارض تاني. واحنا ما يهمناش اي حد ولا اسرائيل ولا غير اسرائيل. انا حاربت اسرائيل الموسم الثاني على الوثائقيه.